نشكر الأخت على الاستضافة، وأنا بجديد نشكر جريدة أصوات اللي خلال الممارسة اللي كان إعجاب بالنسبة لي أنهم يتابعوا على من قريب ما يحدث في المجلس خلال الدورات، كذلك ما الإنجازات بخصوص مسار المجلس. كيف تعرفوا بأنه من 2015 اليوم حنا دابا في السنة وصلنا نصف النهاية الولاية، ما أنجز نقول لك ما أنجز. أنا بجيتي يمكن كان شوية نتاع التردد، كان شوية المشاكل في الأول، ولكن الحمد لله دابا بمجهود الجميع، بمجهود المكتب، بمجهود المستشارين كاملين، كذلك بمجهود السيد الوالي، مشكور في هذه المناسبة اللي تدعم للوالي السابق اللي اليوم حاليا وزير الداخلية، وكذلك الوالي الحالي اللي تدعموا المجلس. والحمد لله اليوم أنه اللي تيتسال دابا في مدينة الرباط يقول بأنه مدينة الرباط عرفوا واحد النهضة كبيرة، ومن النتائج اللي غادي نفعل أنه كيف تشوفوا بأنه كاين عدة مشاريع من الجهة من لوكوتي نتاع السوسيال، أنه عدة منشآت اللي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة نصر الله، كذلك عدة مشاريع اللي عرفت الوجود. نقول إلى رجعنا غير شوية اللور أنه هذه واحد 3 سنين و 4 سنين ما كانوش كاع ملاعب قرب، الحمد لله مدينة الرباط عرفت واحد العدد كبير ملاعب قرب، عرفت أنه حنا اللي كنا صغار كنا تنلعبوا غير في الأزقة، ولكن الحمد لله دابا ولحنا واحد المتنفس. وهذا من النقاط اللي أنا كمستشار ومن الناس اللي نحب الرياضة أنه تخفف بعد المعاناة تاع ديك المدينة الصغار. هذه من جهة، من جهة أخرى اللي بتعرفوا أنه مدينة الرباط اليوم كاين تغيير كبير، تغيير كبير الأول بأنه كاين مشروع كبير، لذلك غير من الطريق كاين هو الطريق الساحلية اللي عرفات جميع الشوارع عرفوا واحد التهيئة كبيرة. من جهة أخرى كاين هناك مرشد الكروب، مرشد الكروب اللي هناك واحد الساعة ونص، واحد في بحدود واحد الساعة واحد سنة ونص غادي يعرف التيون تاعو الجامعة سلا. هناك لافوغيير اللي اليوم غادي تنتقل واحد الشهور المقبله للتامسنا، ولكن الحمد لله بانه الرباط دابا تعرف واحد التغيير كبير، وخص الرباط يفتخر نفتخروا حنا بانه في الفتره اللي حنا غندوزو في المجلس ام غادي نخليو واحد المنجزات اللي باش يقولوا حنا سببها ولكن شاركنا فيها. وتنشكروا كاع الناس وتنشكر كذلك شركه التهيئه رباط الجهه للعمل اللي تتقوم به، بانه الحمد لله هناك مهندسين اكفاء الحمد لله تيسروا على قريب على هذه المشاريع، والحمد لله دابا راه الامور غدا في صواب ان شاء الله. شكرا استاذ. ما هي الاجراءات الوقائيه المتخذه منكم للحد من ظاهره استغلال الملك العمومي؟ الملك العمومي مرتبط بعدة مشاكل. انا تيبان لي الملك العمومي اليوم ظاهره كبيره للمقاربه نتاعها فيها بزاف، باسكو ملي تنقولوا الملك العمومي تنقولوا كاين بزاف ملي كيتكلموا الملك العمومي اللي فيه لي زوندولو سيغ الفراشه، والله يكون في عونه حنا تنفهموا هذوك الناس. هذاك السيد ما جا حتى انا كيف انه خاصو يدخل واحد القوت اليومي نتاعو، غير اللي خاصها تكون واحد المقاربه. ولذا هنا تنشكروا السيد الوالي، حيت هذا ملي فتي تبعو انه تنقولوا ضمي بيلو هذا اختصاص مشترك بين الولايه وكذلك المجلس البلدي، انه تم احداث مثلا ناخذ الوكاد يعقوب المنصور، تم احداث واحد السوق نموذجي باش اموا من الجهه باش اموا هذوك الناس اللي كانوا تيفرشوا على برا يا خداره يا هذاك يدخلوا. هي في الاول نجحات، ولكن باش اليوم تقنع شويه ديك البائع الجاري يدخل من كان موبيل كان في ديك الزنقه موبيل، مره تكون في هذه الدار مره بدا تجي تزيروا بواحد البلاصه شويه، هذه خاص واحد شويه نتاع لا كومونيكاسيون التواصل. وهذا المشكل عايشينو مثلا في لوسيون، راه تدار الحملات الحمد لله تداروا، ولكن باقي ما وصلناش بكل صراحه. نهبطوا حتى باب الحد تلقى المشكل، باب الحد تلقى المشكل، حدا باب شله تلقى المشكل. دابا حتى لا لوكيباسيون طلعت لاكدال اللي ما عمر كانت في اكدال. هذه مقاربه اللي اليوم بكل صراحه خاصها اجتهاد وخاصها نفكروا لها بامعان. تقولوا اليوم واش هاد
لو مارشي دو بروكسيميتي واش يحل المشكل ولا ما يحلاش. ناخذ لو كاد العكاري. اليوم العكاري كاين السوق مزيان اللي تصوب واحد القيده الخضره دخلوا واحد القيده خرجوا ثاني لبرا. السوق دايره اكثر من جهده فهمتي، ولكن لا بروشي باقي المقاربه بانه تنقول اليوم خاص يكون اجتماع تاع الجميع، يكون جمعي بهاد الناس اللي تيفرشوا رحنا تنصنتوا لهم وتشوفوا لابروش وتتمنعوا الله بانه هذا المشكل اللي كان ظاهره اللي ماشي تنقول غادي نتغلبوا عليها، ماشي بحال شي مشروع غاتجي وغاتبنيه وغاتخرج الوجود. هذه الحاجه اللي عندها علاقه مع المجتمع المدني تلقى فيها شويه مشاكل باش تتواصل، وتتمنعوا الله نتغلبوا عليها تتمنعوا. ولكن راه كاين افكار كاين قرارات اللي ان شاء الله غادي يخرجوا الوجود في القادم، لكن في الاول لابد اذا تكون واحد الاغلبيه تبقى واحد الاخوان في المعارضه تبقى واحد شويه تستع. ولكن الحمد لله الاخوان المعارضه بكل احترامات اليوم ان الناس عندهم افكار تيجيو يساهموا معنا في الليجان في الدوره افكار تاعو اللي حنا كنكتب تناخذوا بالاعتبار. شوف راه ما يمكنش تكون ما يكونش شي مجلس ما يكونش فيه لي كريتيك، راه الا ما كانش لي كريتيك راه تو با ايفولي ما يمكنلكش تمشي لقدام. حنا الحمد لله ديك الملاحظات تاعهم اللي تعطونا اللي تكون ملاحظه الحمد لله هي مرات تتصيب مرة ما تتصيب، ولكن تنحاولوا مورا الاجتماع تنجتمعوا وتنشوفوا الحاجه اللي تقالت واش اللي معقوله راه تناخذوا بالاعتبار باش ايفولي. باسكو شوف تنقول لهم المجلس ملي تكون مكتب راه فيه 86 واحد كل شيء. انا تنقولها ديما انا نائب الرئيس داكور، ولكن عندي في اتصال ديما مع الاخوان الاغلبيه المعارضه، حيت اليوم كاين شي كارتي يمكن لك فيه الدخل، ولكن الا ما كنتيش تصل بديك المستشار تاع هذيك لو كارتي حيت هو اللي داري بالمشاكل. هذو مثلا اليوم تبغي هضرت قبل على الميك العمومي، تبغي دير واحد لاكسيون في واحد البلاصه ولا تبغي دير ان بروجي ولا دير شي طريق وشي. ولكن ملي تكون عندك لو كونتاكت مع ديك المستشار اللي عارف ديك الحومه وكيفاش الطوق، حيت كل كارتي عندو الطقوس نتاعو، راه الطقوس تاع اكدار ماشي هو حي الرياض ماشي هو المدينه، وحي المدينه ماشي هو العكاري وماشي هو عقوب. شوف كل كارتي الحمد لله عنده، هذا هو هي الصيغه تاع ديال الرباط فهمتي. الحمد لله كاين بزاف تاع الطقوس اللي كل واحد خاصك تادابتي المشاكل تاعو على حسب الطقوس تاع الكارتي تاعو. ولكن الحمد لله دابا حنا تنقول لك بكل صراحه بانه حنا حاسين مرتاحين فهمتي، خاصه انه كاين واحد انسجام كبير مع السيد الوالي في جميع المشاريع. الحمد لله عن اليوم الوالي عندنا سي تانو فريمون دو تان اللي تنحيوه انه متواجد معنا في الصغيره القريبه، تيتبع معنا من مشكل النظافه حتى البوله، وسا سا دو راسيور انه ماشي اوني كونترولي، ولكن يا نون كادغومون يا اوني سويفي سي دير يا نيشونج مي تيكون تبادل، وكاين لوبجيكتيف انه هي الساكن الرباط يكون مرتاح. هذاك هو اللي خصنا لا نوصلوا اليه حنا لا الاخوان تاع الولايه. نقول اليوم الحمد لله الحمد لله. علاش دابا انتم اليوم تتواجدوا في اجتماع احنا بصدد نفيناليزيو لو كونطرا نتاع النقل الحضري. الحمد لله اليوم وانا في هذا المنبر تنقول الساكنه ضربة سمحوا لنا ولا الساكنه ديال الاغلوميراسيون انه اليوم النقل الحضري في حاله يرثى لها، تنقول لهم سمحوا لنا انه اليوم الحمد لله بانه كاين شركه اسبانيه مغربيه هي الزا او سي دي بوس اللي ان شاء الله من العام الجاي ان شاء الله غادي يكون نفرحوا بانه الاسطول الحالي ما غيبقاش يتسالى في السوق من غادي الشركه الجديده، غيكون الاسطول الجديد نتاع اللي غيكون في ديماراج في البدايه نتاع 350 حافله جديده بمستوصفات عالميه. حافله اليوم اللي غيكون فيها لو كاميرا، يكون فيها لو جي بي اس، عرفوا ان لو جي بي اس باش عارف انه واش كاع شوف كاع التكنيسيتي العالميه كاينه في الحافله ان شاء الله تكون. ان اليوم الحافله تكون دي كاميرا مراقبه الشوفور، مراقبه الناس اللي ياخذوا لو بوس، مراقب على لو جي بي اس واش اليوم هذاك السائق واش تيحترم السرعه ولا ما تيحترمهاش. اليوم غادي نكريو ان شاء الله راه فاليدنا مع سيدي انه غادي يكون واحد بوس وغادي من لي كولوار في المستوى الاوروبي، انا كولوار بوس هو يكون واحد الممر خاص للحافله باش اوموان ديك المواطن ما يبقاش يحس ديك لو روتار انه ديك الكولوبوس يسهل عليك لا فيتاس كوميرس انه ديك انه بلاصه ديال الطوبيس شد هو راك عارفين دابا الحمد لله الرباط ساكنة كبيره كاين الحمد لله الطوموبيلات بزاف بلاصه ديك
حافلات الشتاية ديك السيرفيس في واحد لي بوشون تيكون عندها واحد الكولوار نتاع واحد الممر اللي تيمكن لها تمشي. هذه من جهه بان النقل الحضري الوجود اليوم. نحن بصدد اعداد برنامج العمل مدقق بناء على ما سيبقى على الواقع. هناك كاين انه لو بلان داماناجمون اللي ان شاء الله راه كاين هناك لجنه اللي خدامه عليه بانه غادي يعرف حتى هو ان شاء الله الوجود زعما يخرج في الشهور المقبله. بحال اللي قلت لك قبيله كاين لو ترونسفير نتاع المارشي الجروب من يعقوب المنصور غيمشي لواحد سلا ولكن غيكون مارجي في المستوى العالمي بحال المارشي اللي كاين في باريس بحال المارشي اللي كاين في هولندا اللي في المارشي بالمستوى العالمي بالتدقيق بالمراقبه وكلشي. كاين البشريه المستقبليه اش نقول لك كاين لا بلو كروند كار روتيير انه محطه طرقيه كبيره اللي غتخرج للوجود ان شاء الله في 2000 و اواخر 2019 يمكن اما اواخر 2019 2020 اللي غتكون بجوار المركب الرياضي مولاي عبد الله. تنقول الحمد لله كاين الملاعب الكبرى كما عرفها كاين عده قاعات اللي دابا راهم اون كور دو في طور البناء مركبه ثقافيه مركبه اجتماعيه الحمد لله. تنقول اليوم البنو انه بحال تيقول لك تيقول الناس متى تشوف تدخل المدينه تبان لك لي بانيسات بزاف بانه تيقول لك لا فيل اون موفمون. الحمد لله اليوم الرباط تتحرك ما بقاش ديك الرباط العاصمه الاداريه ولات الحمد لله بالعاصمه ديناميك فهمتي سياحيه فيها الحمد لله بانه مرتاح لها. كاين لاميناجمون تاع المسبح الكبير يعني مدينه الرباط اللي غادي يكون في ان شاء الله في بجوار في يعقوب منصور في الطريق الساحلي. راك شفتوا ديك لي تونيل الحمد لله اللي اليوم وليتي دابا من الطريق اللي دشنا سيدنا الله ينصرو الاخيره اللي تدوز على بول قال الحمد لله دابا وليتي تقدر تجي من حير من السوفيتال من سوفيتال تبقى غادي توصل حتى لسلاب في واحد الظرف وجيز انه تتسال على حتى ذاك المواطن اللي عنده اللي ساكن في سلاو وعنده خدمته في الرباط ولا وليداتو تيقراو في الرباط تتسال عليهم. الحمد لله دابا حنا ما فكرناش الحمد لله كان التفكير مع السيد الوالي وكذلك الشركه انه ما تفكروش غير في مدينه الرباط انا تنقولوا الرباط اليوم الرباط الرباط باش الرباط راه عنده راه مجوج مع السلا ومجوج مع تمارا دونك ما يمكنش الرباط يعيش بلا سلا وبلا تمارا اي فيس فيرسا. راك عارف انه بدا تشوف عدد الناس اللي تيكونوا اليوم في العاصمه في وسط المدينه ماشي هو تيكون في الرباط. الحمد لله راك عارف انه شديتي العدد السكان اللي تيجيو من سلا وتيجيو نظرا لانه يمكن تلقاو راحتهم في سلا وتلقاو راحتهم في تمارا ولكن الحمد لله تنقول اليوم انه الخدمه اللي كاينه فتات النقل الحضري بانه الخدمه غتكون على صعيد العاصمه لاغلوميراسيون كامله سيدي بين سلا والرباط وتمارا الحمد لله هذا هو الغرض. ولكن الحمد لله كاين مشاريع كبيره ما الا جيت نعدو راه بزاف فهمتي دابا راك شفتو اول حاجه ظاهره اللي ولاو بانه ولاو قبل ما كانوش دي باركينغ سوتير دابا الحمد لله ولاو مرائب ارضيه دابا كاين لو باركينغ سوتير اللي ملاصق مع المسرح اللي غيخرج الوجود كاين باركينغ سوتير اللي كاين حدا باب مراكش على باب الحد كاين الحمد لله يوغا 3-4 باركينغ اللي يخرجوا كاين باركينغ باب العلوم اللي في الطور اللي يخرج لابيل دوف كاين قبل ما جمع بعضا كاين باركينغ تاع ديكار تنقول زعما الحمد لله كاين توجه كبير وهادو باش نقول لك ان هذا حنا مفتخرين انه البرنامج اللي كان عطى انطلاقته سيدنا الله ينصرو الحمد لله هو مدينه الانوار اليوم الرباط ان شاء الله راه غاده باش تكون من احسن المدن لا بيئيا لا اونيفو ديكليراج لا اونيفو الطرق وانه كثر من هادشي انه نزيد بانه اليوم العاصمه هي مدينه ثقافيه مثلا تقول مدينه ثقافيه راك عارف لو بلو كرون تياتر دو لافريك اي فيغا لو جور ولكن شوف اليوم حنا مفتخرين حنا كمستشارين تقول الحمد لله وقعوا بعض المشاكل ولكن تقول لك المهم توصل شي متى توصل راه سي نورمال يكونوا دي بروبليم ولكن الحمد لله